ردي ردي عليها. يعني انت معاش كام؟ نعم معاش كام؟ 600. وعندي 600 وزعلانه يا ستي بجيب ال 600 معاكي معاكي انا بقى. انت معاكي 600 انا معايا 3 هياكلوني ولا يجيبوا لي جهاز ولا يشربوني ولا ايه؟ انا اكذب عليها اكذب عليها واقول لها انا باخد ده. انتي ايوه انت خافتي انت خافتي. بتطلبي ايه من اللي هيكسبه؟ ايه بتطلبي ايه من؟ اطلب بنتي تتعالج. انا ما عندي بنتي عندها ضمور في المخ وطالبه حد يعالجها لي، لان انا كان معايا واد معيش غيره على 3 بنات وتوفى نفس الطريقه وانا عايزه الحقها. عندها ضمور في المخ. يعني انت نازله تنتخبي عشان بنتك؟ عشان بنتي عشان بنت بس مش عايزه حاجه من الدنيا. يعني انت بتطلبي من اللي هيكسب يعالج لي بنتي؟ يعالج لي بنتي ادي اللي انا عايزاه.